بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ولكنهم، أي العلماء رحمهم الله، اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. اختلف العلماء رحمهم الله هل الحمد أعم أو الشكر أعم، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، بين الحمد والشكر عموما وخصوصا. فالحمد أعم من الشكر، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه الحمد يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. الصفات اللازمة أي الصفات التي تصف بها ذلك، والمتعدية أي النعم والإحسان وغير ذلك. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. الفروسية كونه فارس وكريم، وهو أخص، الحمد أخص، لأنه لا يكون إلا بالقول، الحمد لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه الشكر يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، أي التي هي متعدية إلى الغير. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى هذا، حاصل ما حرره بعض المتأخرين، والله تعالى أعلم. وقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري رحمه الله: الحمد نقيض الذم، الحمد ضد الذم. يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة، وهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف. يقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح. وأما المدح فهو أعم من الحمد، لأنه المدح يكون للحي وللميت وللجماد أيضا، كما يمدح الطعام والمال ونحو ذلك، ويكون المدح قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا، فهو أعم. فالحمد لله رب العالمين. ذكر أقوال السلف رحمهم الله في الحمد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: قد علمنا سبحان الله، يعني علمنا معنى سبحان الله، أي الله منزه عن كل نقص وعيب، ولا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فما الحمد لله، أي فما معنى الحمد لله؟ فقال علي رضي الله عنه: كلمة رضيها الله لنفسه. الحمد لله كلمة رضيها الله لنفسه، وهو
اتصافه بالكمال والجلال والعظمة تبارك وتعالى. ورواه غير أبي معمر عن حفص فقال: قال عمر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه وأصحابه عنده: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر. قد عرفناها، أي عرفنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. سبحان الله، الله منزه عن كل نقص وعيب. والله أكبر، أي الله أعظم، قد عرفناها، فما الحمد لله. قال علي رضي الله عنه: كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وقال علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وروى أيضا هو ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له، أي الخضوع له والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك. له الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. وقال كعب الأحبار رحمه الله: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك رحمه الله: الحمد لله نداء الرحمن. وقد ورد الحديث بنحو ذلك. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير رضي الله عنه، وكانت له صحبة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك. قال المعلق: وفي إسناده عيسى ابن إبراهيم. قال البخاري رحمه الله: منكر الحديث، بسنده راو ضعيف. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: حدثنا روح، حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: أما إن ربك يحب الحمد. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ورواه النسائي رحمه الله عن علي بن حجر عن ابن علي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع رضي الله عنه به. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، كفر بالمعبودات الباطلة كلها وتوحيد لله جل جلاله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال المعلق في سنن الترمذي وسنن النسائي الكبرى وسنن ابن ماجه رحمهم الله: قال الترمذي حسن غريب. وروى ابن ماجه رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره وفي نوادر الأصول اسم كتاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي رحمه الله وغيره: أي لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعلينا أن نكثر من ذكر الله تعالى بإيمان وإخلاص. وفي سنن ابن ماجه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت بالملكين، يعني ثقلت وعظمت بالملكين، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى السماء فقالا: يا رب إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فينبغي أن نحمد الله بهذا: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وحكى القرطبي رحمه الله عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد الحمد لله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا الله، لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل، لأنها الفصل بين الإيمان والكفر. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كفر بالمعبودات الباطلة كلها وإيمان بالله عز وجل، وعليها يقاتل الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما ثبت في الحديث المتفق عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فهي أصل التوحيد. وفي الحديث الآخر في السنن: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قد تقدم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وحسنه الترمذي رحمه الله. والألف واللام في الحمد، الحمد الألف واللام لاستغراق جميع أجناس الحمد، يعني ليدخل جميع الحمد. الحمد أي كله لله وحده
لا شريك له، لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى. كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، جل جلاله. الحديث الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، الرب هو المالك المتصرف، والله مالك الملك، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. والله رب العالمين هو المالك المتصرف جل جلاله، ولا يستعمل الرب لغير الله. كلمة الرب لا تستعمل لغير الله، بل بالإضافة. تقول رب الدار، أي رب البيت، رب كذا، بالإضافة. أما الرب هذا لا يطلق إلا على الله جل جلاله. وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. والعالمين جمع عالم، الحمد لله رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعالم جمع لا واحد له من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض، في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي له الخلق كله، السماوات والأراضون ومن فيهن وما بينهن، مما نعلم وما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رب الجن والإنس، رب العالمين رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج رحمهم الله. وروي عن علي رضي الله عنه نحوه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله بإسناد لا يعتمد عليه، يعني سند ضعيف. واستدل القرطبي رحمه الله لهذا القول بقوله: ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين وهم الجن والإنس، العالمين الجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للجن والإنس. وقال الفراء وأبو عبيدة رحمهم الله: العالم عبارة عما يعقل، وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم. وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء: كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة مروان بن محمد بن مروان، مروان بن محمد بن مروان بن الحكم، وهو آخر خلفاء بني أمية، ويعرف بالجعد ويلقب بالحمار، أنه قال: خلق الله 17,000 عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم، أهل السماوات وأهل الأرض عالم واحد، وسائر ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل. فالله رب العالمين. وقال قتادة رحمه الله: رب العالمين كل صنف عالم. فالله رب العالمين جل جلاله. وقال أبو جعفر الرازي
رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى رب العالمين، قال: الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك 18,000 عالم أو 14,000 عالم. هو يشك، الراوي يشك من الملائكة عليهم السلام على الأرض، وللأرض 4 زوايا، في كل زاوية 3,000 عالم و500 عالم خلقهم الله لعبادته، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح، يعني هذا العدد 3,500، هذه العدد، هذا العدد لا يقبل إلا بدليل من الكتاب والسنة. على كل، الله رب العالمين، رب جميع العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الفرات يعني ابن الوليد عن معتب بن سمي عن تبيع يعني الحميري رحمهم الله في قوله رب العالمين، قال: العالمين 1,000 أمة و600 في البحر و400 في البر. وحكى مثله وحكي مثله عن سعيد بن المسيب. الله أعلم، الله رب العالمين. وقد روي نحو هذا مرفوعا كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد، حدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنة من سنوات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قل الجراد في سنة من سن عمر رضي الله عنه التي ولي فيها. فسأل عن الجراد فلم يخبر بشيء، فاغتم لذلك فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن، أي يسافر إلى اليمن، وآخر إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال: فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر الله أكبر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله 1,000 أمة 600 في البحر و400 في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإن هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلك، أي العقد إذا انقطع سلك. محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي ضعيف في سنده، راو ضعيف. الله رب العالمين جل جلاله، الرحمن الرحيم. وقوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته. الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم بالمؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء ملك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال مليك أيضا، وأشبع نافع كسرة الكاف، فقرأ ملك يوم الدين. وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى، وكلاهما صحيحة حسنة. وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قرأ ملك يوم الدين على أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا غريب شاذ جدا. في هذه النسخة قال: وحكى البغوي رحمه الله
عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: لله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. وقال وهب بن منبه رحمه الله: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم 80,000. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل. نقله كله البغوي رحمه الله. وحكى القرطبي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن لله 40,000 عالم، الدنيا من مشرقها إلى مغربها عالم واحد. وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا هو الصحيح، أنه شامل لكل العالمين. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم مشتق من العلامة، قلت: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل جلاله وعز شأنه. وقد روى أبو بكر بن أبي داود رحمه الله في ذلك شيئا غريبا، حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي، حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من حدث ملك مروان. قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأ، لم يطلع عليه ابن شهاب، والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة، أوردها ابن مردوية رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها: مالك يوم الدين. ومالك مأخوذة من الملك، كما قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. وقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين يوم الجزاء، لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جل جلاله. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه ومنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين، أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: مالك يوم الدين، يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق،
وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله والسلف رحمهم الله، وهو ظاهر يوم الدين يوم الجزاء والحساب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته، ثم شرع يضعفه، أي يضعف هذا القول. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين بهذا وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب. فما قال الملك يومئذ الحق للرحمن، والقول الثاني يشبه قوله ويوم يقول كن فيكون. والله تعالى أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين، قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء، ما لإياك تشديد الياء، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها إياك مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة، هذه القراءة شاذة مردودة، إياك بدون تشديد هذه قراءة غير صحيحة، لأن إيا ضوء الشمس، إيا معناه ضوء الشمس. وقرأ بعضهم آياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر، فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. في هذه النسخة قال والملك في الحقيقة هو الله عز وجل، قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخنع اسم عند الله، أي أذل اسم عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله، الذي يسمي نفسه ملك الأملاك أذل اسم. والله عز وجل هو مالك الملك جل جلاله. وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوتا ملكا، وقال وكان وراءهم ملك، وقال إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأسرة والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، وقال أئنا لمدينون أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث الكيس أي العاقل من دان نفسه أي حاسب نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه، كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا أي استعدوا للعرض الأكبر
على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية جل جلاله. إياك نعبد وإياك نستعين قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر إياك، وهي قراءة شاذة مردودة. إياك هذه قراءة شاذة، لأن إيا لغة ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة والتشديد الياء أياك، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره. على كل إياك يخاطب العبد ربه، إياك ونستعين بفتح النون أول الكلمة من في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها نستعين، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. إياك نعبد وإياك نستعين عهد بين العبد وربه. العبادة في اللغة من الذلة، العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل، وعبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. العبادة في اللغة، العبادة في الشرع ما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، أن تحب الله عز وجل وتخضع له وتخاف منه جل جلاله. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، محبة الله وطاعته، وهذا كما قال بعض السلف رحمهم الله: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، وإياك نستعين أي لا قوة لنا إلا بمعونتك. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: واعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، إياك نعبد خطاب العبد بربه جل وعلا، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنة، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك جل جلاله. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك، من لم يقرأ الفاتحة، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة لكل مصلي. وفي صحيح مسلم رحمه الله من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فسمى الفاتحة صلاة، هي أعظم أركان الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ونصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك ملك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي، أي عظمني. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. آمين. فعليك أيها المسلم إذا قرأت الفاتحة تأمل أنك تخاطب الله جل جلاله. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إياك نعبد، يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة رحمه الله: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال: كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، وأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم النون، كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة وأنت شريف وجاهك عريض فقل: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100,000 أو 1,000,000 لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال: ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد، يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. العبيد عبيد الله. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده بأشرف مقاماته، فقال: الحمد لله
الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلقب العبد لقب تشريف، أنه قام بعبادة الله حق القيام صلى الله عليه وسلم. وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله متولي مصالح عبده والرسول متولي مصالح أمته. وهذا القول خطأ، قال ابن كثير: وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين بالتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية المعتدلين: وأما المبتدعين فلا شيء، العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته. هذا كلام الصوفي. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أحسن دندنتك، أي دعاءك، ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي نحن حول هذا كله نطلب من الله الجنة ونعوذ به من النار. اهدنا الصراط المستقيم، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبلقين وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين، بقوله: اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، الهداية الإرشاد والتوفيق. وقد تعدى الهداية بنفسها
كما هنا اهدنا الصراط المستقيم، وتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، وقد تعدى به إلى قوله تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني ترشد وتدل. وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله أجمعت الأمة من أهل التأويل أي التفسير جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وهو توحيد الله واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، ومن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل. وصف باستقامة أو اعجاج، وتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين رحمهم الله من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم توحيد الله واتباع الرسول واتباع القرآن. وروي أنه كتاب الله. قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة حدثني يحيى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله القرآن. وكذلك رواه ابن جرير رحمه الله من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد تقدم في فضائل القرآن فيما ورد رواه أحمد والترمذي رحمهم الله من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه مرفوعا، وهو أي القرآن حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. وقد روي هذا موقوفا عن علي رضي الله عنه وهو أشبه، أي أنه من قول علي رضي الله عنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جبريل عليه السلام لمحمد عليهما السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قالوا هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه
اهدنا الصراط المستقيم. قال الإسلام، قال هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية رحمه الله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال هو دين الله الذي لا يقبل من العبد، الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم، قال هو الإسلام. القرآن والإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده حيث قال حدثنا الحسن ابن سوار أبو العلاء، حدثنا ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران أي حائطان فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه أي تدخله. فالصراط الإسلام والسوران الحائطان حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. اللهم وفقنا لاتباع كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ولزوم هدي السلف الصالح رضي الله عنهم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي رحمهم الله جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما به، وهو إسناد صحيح والله أعلم. قال مجاهد رحمه الله اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. الحق هو الكتاب والسنة وهو الإسلام. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير رحمهم الله من حديث أبي نضرة هاشم بن القاسم حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح. الصراط المستقيم اتباع الكتاب والسنة، وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، وكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. قال الطبراني رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله والذي هو أولى
بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وافق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل عليهم الصلاة والسلام والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار أي الانتهاء عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليه.